جددت مصر والسودان التزامهما التام باتفاقية عام 1959 لنهر النيل بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى ورئيس قطاع مياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين. الاتفاقية تحدد وترصد خطى الدولتين فيما يتعلق بقضايا مياه النهر. ومن جانبه أكد بهاء الدين أنه سيتم التباحث بشأن التقييم الثنائي للمسار التفاوضي الحالي بخصوص دراسة تأثير سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب في مصر والسودان. يأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من تنفيذ دراسات السد الفنية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود. بداية دكتور علاء، هل بالفعل انسحب المكتب الاستشاري الهولندي؟ هو المكتب الاستشاري الهولندي نزل على الموقع بتاعه ما يفيد هذا المعنى، لكن في نفس الوقت هو كان ليه بعض الملاحظات على أسلوب التعاون بينه وبين المكتب الفرنسي في تنفيذ الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة. هذه النقاط الخلافية اللي موجودة ما بين المكتبين تم إحاطة الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا بها، وجاري في الوقت الحالي التشاور ما بين الثلاث دول لدراسة هذه الخلافات في محاولة لحلها والوصول إلى توافق بشأنها. نعم، طيب دكتور علاء، يعني اسمح لي، طبيعي ان احنا بقالنا فترة بنذكر ان عايزين سرعة الاجراءات، عايزين التقارير الخاصة بالمكتبين الاستشاريين، والان نحن نقع في نقطة اخرى في حل الخلافات بين المكتبين، هل هذا من الامور الطبيعية؟ لا طبعا مش من الامور الطبيعية، ومش كده وبس، احنا كان المفروض الدراسات دي تكون انتهت بالفعل من شهر مارس الماضي، لكن للعديد من الأسباب حتى الآن لم نشرع حتى في إجراء هذه الدراسات لأسباب عديدة. ما أعرفش وقت حضرتك يسمح. اتفضل يا فندم، بس يكون سريعا. سريعا مش هينفع لأنها النقاط عديدة، فدي ممكن نبقى نتكلم فيها. طب أهمها في الوقت اللاحق. أهمها يا دكتور، أهمها أن مشروع سد النهضة ده مشروع بيهم ثلاث دول، كل دولة من الثلاث دول ليها رؤيتها الخاصة بالنسبة للسد. في دولة شايفة أن السد ده مفيد ليها ومش هيسبب أي أضرار للدول الأخرى، في طرف تاني شايف أن السد ده مفيد بالنسبة له ممكن يبقى له آثار يمكن تحملها، إحنا شايفين أن السد ده ضار بالنسبة لنا وبنعترض على الساعة التخزينية الكبيرة بتاعته، وبالتالي في اختلاف في وجهات النظر وتباين في المصالح، ده احد الاسباب اللي بيؤدي الى التاخير، علاوه على ان كل قرارات التفاوضيه الخاصه بالتفاوض بخصوص سد النهضه اللجنه الوطنيه الثلاثيه لازم تتاخد بالاجماع، بمعنى ان لو اي دوله اعترضت على اي قرار فما بيمشيش، يعني كل طرف عنده حق الاعتراض، فده برضه بيؤدي الى ان برضه الامور بتتاخر، علاوه على تمسك المفاوض المصري بحقوق مصر التاريخيه وعدم تقديمه، لم ولن يقدم اي تنازل من اي نوع في هذا الاتجاه. طيب. وغيرها من الامور. اذا يعني يا دكتور علاء، الى ان الامور بتتاخر. اذا المفاوضات الان هل هي متوقفه باقي الحال على ما هو عليه، ام هناك ايضا خطوات في هذه المفاوضات؟ لو المفاوضات متوقفة احنا هنكون اول ناس نعلن عن هذا الامر. احنا بنتعامل بهذا الامر بمنتهى الشفافية منتهى الوضوح، لكن هي حتى الان لم تتوقف. نعم. لو حصل انها توقفت سنعلن عن هذا بمنتهى الوضوح. نعم. طيب بالنسبة لتجديد مصر والسودان للالتزام التام باتفاقية عام 59، اهمية هذا التأكيد في هذا التوقيت هل له مردود على موضوع سد النهضة؟ أكيد، لأن اتفاقية 59 زي ما حضرتك عارفة هي اتفاقية خاصة بتقاسم المياه ما بين فايدة إنشاء السد العالي لكل من مصر والسودان، ودي الاتفاقية اللي بتحدد أن حصة مصر 55.5 مليار وحصة السودان 18.5 مليار. وبالمناسبة برضو الطرف الأثيوبي لا يعترف بهذه الاتفاقية، لكن برضو أحد بنود هذه الاتفاقية الهامة
ان يبقى في لجنه مشتركه لمياه النيل التي تجتمع بصفه دوريه من ممثلي الدولتين، وده اللي بيتم خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده حاليا. الاجتماعات في الخرطوم، الاجتماع اللي قبل كده كان في القاهره، لبحث العديد من الامور المشتركه اللي بتهم البلدين بخصوص نهر النيل. نعم دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائيه والري للسدود، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.